الرئيس الأمريكي يحذر نظيره الروسي من إجراء حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا. خروج جماعي للأجانب من أوكرانيا بعد تحذيرات من غزو روسي، ورئيس أوكرانيا يقول أن التحذيرات تثير الهلع. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل استهداف زعيم داعش عبد الله قرداش، وقسد تكشف للحدث تفاصيل عملية سجن غويرة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج 19 تمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما أهم أخبار اليوم. البداية من التوتر الروسي الأوكراني، حيث تصاعدت الأزمة بشكل كبير اليوم بعد تحذير أمريكي من غزو روسي وشيك على أوكرانيا، وبعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت لأكثر من ساعة. قال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ بوتين بأنه إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا فإن أمريكا وحلفائها سيردون بحزم، وأضافت أن الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق مع حلفائها بقدر استعدادها لسيناريو آخر. البيت الأبيض أوضح أيضا أن بايدن أبلغ بوتين بأن غزو روسيا لأوكرانيا سيخلف معاناة إنسانية واسعة النطاق ويقلل من مكانة روسيا. وفي اتصال هاتفي أيضا حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حذره من أن حوارا صادقا لا يتلائم مع تصعيد عسكري على الحدود الأوكرانية، فيما أعرب الرئيسان عن رغبتهما بمواصلة الحوار بشأن التوتر الحاصل وعلى مستوى رفيع مرتبط بالأزمة الأوكرانية الروسية. فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحا لتجنب صراع في أوكرانيا، لكنه يتطلب وقف التصعيد من قبل موسكو وحوارا بحسن نية. قالت السفارة الأمريكية اليوم أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، لكن السفارة أكدت أنه على الرغم من خفض عدد الموظفين فإن الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملائه الأوكرانيين ووزارة الخارجية والموظفين الأمريكيين في أنحاء العالم سيواصلون الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا. تأتي هذه الخطوة بعدما حذرت واشنطن من غزو روسي وشيك تسبب بإطلاق عدد كبير من الدول تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا ودعوة الموجودين فيها إلى المغادرة. هذا واعتبر رئيس أوكرانيا أن التحذيرات من غزو روسي تثير الهلع. كإجراء احترازي قررنا دعوة جميع المواطنين الإيطاليين المقيمين في أوكرانيا للعودة إلى إيطاليا بالوسائل المتاحة، وندعو الآخرين إلى تأجيل السفر إلى أوكرانيا. الإجراء الآخر الذي تم اتخاذه هو إعادة جميع الموظفين غير الأساسيين في مكتبنا الدبلوماسي في كييف. من الواضح أن سفارتنا لا تزال تعمل بكامل طاقتها. لقد أجريت مباحثات في الأيام الأخيرة مع نظراء الأوروبيين، وتحدثت أيضا مع وزير الخارجية الروسية، ونعمل جميعا على تجنب بتصعيد الأزمة في أوكرانيا. أعلنت روسيا خفض طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا، وقد تعد واشنطن خطة لإخلاء سفارتها في كييف تحسبا لأي غزو روسي لأوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية إن الخطوة تأتي خشية مما سمتها استفزازات قد تقوم بها السلطات الأوكرانية أو بلد آخر. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع أن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا بمغادرة أوكرانيا بالفعل، وكانت دول غربية عدة حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا بشكل عاجل بعد توقعات تحذر من نذر حرب توشك أن تباشرها روسيا على جارتها الغربية. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا من يتحدثون عن تخطيط روسيا لغزو بلاده في 16 من فبراير الحالي لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم. From the very beginning, we didn't believe it at the very beginning of the war on the east of our country in 2014. That's why I'm now I have to analyze all the information which we have. We have a lot of information because we are on these borders. It's our borders. It's our territory. You know, I have to speak with our people like like president and say people truth and the truth that we have different information. And now the best friend for enemies that is panic in our country. And all this information that helps only for panic doesn't help us. مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل عما يجري بين روسيا وأوكرانيا تنضم إلينا من خاركيف موفدة الحدث كريستيان بيسري، ومن موسكو مراسل الحدث عبد الجواد الرشد. مرحبا بكما. أبدأ من عندك عبد الجواد، ثمة اتصالات مع الجانب الروسي فيما يخص هذه الأزمة؟ اتصالات حديثة؟ مساء الخير حسين. نعم بالفعل، يعني جهود دبلوماسية كبيرة يجريها الجانب الروسي اليوم منذ الصباح الباكر. تم تنسيق اتصال عبر الهاتف بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي. الوزير الروسي نقل مخاوف موسكو إلى الجانب الأمريكي، ويعني تجاهل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للمبادئ الأساسية التي تقدم بها الطرف الروسي عبر مقترحات موسكو لمسألة الضمانات الأمنية. عقب الاتصال بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي، تم اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي، ناقش خلالها الطرفان مسألة الضمانات الأمنية لكلا الطرفين. وكان الجميع على موعد مع الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عند الساعة 7 مساء بتوقيت موسكو. حتى الآن لم تخرج أي تصريحات أو أي دلائل أو تسريبات من قبل الجانب الروسي عما تم الاتفاق عليه، وكل التفاصيل طبعا تم نشرها من قبل الجانب الأمريكي، والكرملين حتى الآن لم يقوم بتصدير أي تصريحات حولها. سريعا عبد الجواد، متوقع تفضل حسين. سريعا عبد الجواد كي أذهب إلى كريستيان، متوقع أن يكون هناك بيان للكرملين حول المحادثة التي جرت بين الرئيسين بوتين وبايدن؟ لابد أن نطرح أو يطرح صحفيون آخرون يوم غد هذه الأسئلة على المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. طبعا بيسكوف لن يتهرب من هذه الأسئلة، يمكنه الحديث عنها بصراحة كما جرت العادة، لكن يعني يمكن أن تصدر مثل هذه التوقعات باعتبار أن هذه التصاريح تجري على مدار الساعة حسين. طيب كريستيان، مرحبا بك. الأجواء باردة وساخنة في ذات الوقت، يعني التحذيرات كثيرة كثيرة، هي الدول التي تحذر والبعض يسحب رعاياه ويطلب من دبلوماسيه مغادرة هذا البلد. كيف يبدو الوضع يا كريستيان؟
بالفعل حسين، بعض الدول تحذر رعاياها أو تطلب منهم توخي الحيطة والحذر، بعضهم يطلب منهم الرحيل عن الأراضي الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، والبعض الآخر يجليهم أو يبحث إمكانية إجلائهم، كما إسرائيل مثلا تبحث إمكانية إجلائهم مع جيشها غدا. وإضافة إلى ذلك، حتى المنظمات الغير حكومية أيضا دعت العاملين في ضمنها أو في صفوفها إلى مغادرة البلاد فورا. إلى ذلك بعض شركات الطيران بدأت توقف رحلاتها إلى هنا، منها كي أل أم وإير فرانس منذ قليل. حسين، كل هذه التطورات إضافة طبعا إلى التصريحات وكذلك تصريحات الرئيس زيلينسكي التي اعتبر فيها بأن الحرب الإعلامية الكلامية بين مختلف القادة هي هدية للعدو، بما أنها تحدث هلعا في صفوف الأوكرانيين هنا. طيب، وهذا ما يظهر، يعني يظهر من خلال قلقهم من إمكانية اندلاع غزو والشيك. لم ينسحب كريستيان. عبد الجواد، أشكرك، أكتفي معك بهذا القدر وأبقى حيث السخونة والبرودة أكثر لدى كريستيان. لم ينسحب يا كريستيان هذا الموضوع على الناس الذين تلتقونهم في الشوارع، بمعنى أن نذر الحرب تقود الناس للمؤن، للشراء أو إلى ما هنالك؟ هناك مفارقة لافتة حسين، بأنك إذا تجولت خلال النهار بالأسواق والأحياء ترى وكأن يعني الحياة طبيعية، حركة السير طبيعية، تجوال الناس، المطاعم مفتوحة، المحال التجارية، حتى المحال التجارية تغوص بالناس. إذا سألتهم يقولون، يعترفون بأنهم قلقون ويخشون اندلاع حرب، ولكن ما إن تسألهم أكثر عن احتياطاتهم، عما الذي يقومون به إذا كانوا ينوون الرحيل عن هذه المدينة، يقولون لا، بأننا لا ننوي ترك المدينة، لننتظر ما سيحدث، لا نقوم بأي لنقل يعني تخزين للسلاح، هذا ما يقولونه. ولكن بالمقابل نسمع، وغدا من المقرر أيضا أن نصور تدريبات عسكرية للمدنيين. طيب، هم نوعا ما تعودوا على هذه الحالة، يعني منذ عام 2014 وهم يعيشون أوضاع أمنية ليست بالمستقرة بالمطلق، وبالتالي ترى يعني تشعر وكأنهم يعني تعودوا على هذا الواقع. حتى الجالية العربية يعني استطلعنا آراءهم هذا المساء فيما لو أرادوا مغادرة خاركيف، الكل يعني أو لنقل معظمهم يقول بأنهم لم يأخذوا قرارا بعد بالمغادرة، ويعتبرون وكأن هذه الحرب الوشيكة أو المحتملة هي أكثر حرب كلامية وإعلامية بين الأوروبيين والأمريكيين من جهة وبين الروس من جهة أخرى. ماذا عن الوضع الاقتصادي بالنسبة للحكومة كريستيان؟ معنيون فيها مباشرة. نعم، ماذا عن الوضع الاقتصادي، سعر الصرف؟ ربما حسين الوضع الاقتصادي هو الترجمة العملية الوحيدة حتى الآن لهذا الغزو الوشيك أو هذه الحرب المحتملة. يعني قيل لنا بأن العملة تدهورت في الآونة الأخيرة بنسبة تصل إلى حوالي 5%، بأنه أو حتى هذا ما تحدث عنه تحديدا الرئيس زيلينسكي الذي التقى منذ يومين هنا في خاركيف بممثلين عن الهيئات الاقتصادية، هو يخشى من أن يتدهور الاقتصاد أكثر، لأن رؤوس الأموال بدأت تهرب من البلاد والعملة تتدهور، والناس حتى عندما سألناهم يشترون المواد الغذائية أكثر مما يتجهون إلى شراء مواد أخرى. وبالتالي العلامة الأولى الحقيقية والترجمة لهذا الوضع المتأزم بدأ يظهر بالاقتصاد تحديدا. طيب، السؤال الأخير من بعض المشاهدين، متى تعودين إلى 19 يا كريستيان؟ عندما يقرر بوتين ما الذي سيفعله، إن كان سيجتاح لنبقى ونغطي أو لا لنعود إلى 19. طيب، شكرا جزيلا لك زميلتي كريستيان بيسري، موفدة الحدث إلى خاركيف في أوكرانيا لتغطية ما يجري بين الدولتين روسيا وأوكرانيا. في هذا الحي الجنوبي من مدينة موسكو ولد هذا الصغير لأب روسي وأم أوكرانية، ورغم بعد المسافات مع أقارب الأخيرة إلا أن التآخي مستمر معهم عبر وسائل الاتصال يومياً.
الزوجة يوليا حطت رحالها في العاصمة الروسية منذ زمن، وعملت سابقا كمختصة حرفية في ضواحي العاصمة الأوكرانية. ترى في قدرها مثالا على أن أواصر المحبة بين اللدودتين سياسيا موسكو وكييف ما زالت وطيدة رغم التصعيد والخلاف المتفشي بين البلدين. في عائلتنا لا يوجد أي خلاف حول الموقف السياسي بين عائلتي وعائلة زوجي، ولهذا أنا أثق بأن السلام سيعم. بدوره قسطنطين الزوج يبدو سعيداً بزيارة والدي زوجته من غرب أوكرانيا لرؤية حفيد العائلة. توجب علينا قطع الحدود الأوكرانية والروسية مشياً على الأقدام لأن وسائل النقل لا تعمل بين الجانبين. رب المنزل يتحدث عن أنه زار كييف آخر مرة منذ 3 سنوات. الشوق لديار قيس شغف قلبه ويظهر واضحاً في هاتفه، لكن الحب في عينيه يبقى لمن سكن الديار. العلاقات بين روسيا وأوكرانيا مهمة بالنسبة لنا للمحافظة على العلاقات العائلية وزيارة الأقارب في الطرفين. الأزمة الروسية الأوكرانية على فوهة بركان، قد تكون عواقبها كارثية في حال انفجار الحمم، لكن الذي لا يمكن أن يقع كما تتحدث الصورة هو العداوة بين الشعبين. مهما تقطعت الأوصال بين موسكو وكييف، لا يمكن أن تجد شارعاً في روسيا من دون مواطن أوكراني. يوليا وكوستيا مثال على أن أكثر من 2,100,000 شخص توافدوا من أوكرانيا للعيش في مدن روسيا. عبد الجواد الرشد، الحدث، موسكو. مشاهدينا، لمناقشة ملف روسيا وأوكرانيا من موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتشلاف ماتزوف، ومن باريس أسامة حريري الصحفي والمحلل السياسي. من واشنطن ينضم إلينا ديفيد بولوك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك سيد ماتزوف لأسأل، إلى أي حد التحذيرات الغربية وعلى رأسها ما أتى على لسان الرئيس الأمريكي هي واقعاً موجودة، بمعنى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ هذه الخطوة التي يتخوف الأوروبيون وكذلك الولايات المتحدة من المضي فيها، وهي غزو أوكرانيا؟ روسيا لا تخطط أي خطوات لغزو أوكرانيا أولا. واليوم قبل عدة ساعات، يمكن ساعتين، كانت حديث تليفوني بين بايدن وبوتين، كانوا يتحدثون عن هذا الموضوع ساعة كاملة. وأنا أكيد أن بوتين وضح لرئيس أمريكي أن لا يوجد هناك أي خطة، أي فكرة أن يحرك الجيش الروسي نحو دنباس أو نحو أوكرانيا. طبعا وكل هذا العتاد على الحدود الأوكرانية يتنزه يا سيد ماتزوف، لماذا كل هذا الحشد هناك؟ ليس فقط على حدود أوكرانيا، هذا حشد الجيش الروسي ليست على حدود أوكرانيا، على حدود على البحر الأسود. وكل الأساطيل الروسية، شرق الأقصى، فلاديفوستوك،
في بالتيك، في بحر بلطيكي، قاعدة عسكرية بلطيك، قاعدة عسكرية مرمسك المحيط الشمالي، متوسط وبحر الأسود، كل الأساتيل حرجوا من تركوا القواعد وجودهم وتوجهوا إلى البحر، إلى المحيط العالمي. ولذلك هذا شيء الذي الآن خطوة سياسية ليبين أمريكا أن روسيا جدية عندما تقترح للولايات المتحدة اقتراح، تعرض اقتراح لتوقيع اتفاقية معاهدة الضمان المتبادل، ضمان الأمن المتبادل. طيب. أمريكا جاوبت ولكن ليست طلبت من روسيا أن يخفي سريا هذا النص. روسيا قدمت بشكل مفتوح أمام الرأي العام، أمريكا تطلب مغلقا. طيب. ولذلك أنا أتصور أن هناك تفاصيل، مفاوضات جارية. طيب. مفاوضات جارية إذا يتكلموا دبلوماسيين وسياسيين أنا أستثنى أي احتمال للحرب. طيب أستاذ أسامة، البعض يقول بأن بوتين عندما استشعر بأن الحلف الغربي غير موحد في مسألة التحذير، يعني واشنطن والعواصم الأوروبية، بالتالي لم يقدم تنازلات للجانب الأمريكي، حتى المكالمة الأخيرة قبل نحو ساعة ونصف لم تفضي إلى ما هو يعني يشي بأن التوتر خفت وطأته. نعم، يعني المسألة لا تتعلق فقط بوحدة الصف الأمريكي والأوروبي، المسألة أيضا تتعلق بالذي يريد أن يحصل عليه بوتين. بوتين اليوم لا يريد أن يظهر، أن يظهر للعالم على أنه منهزم، وحتى اليوم هو لم يحصل فعليا على أي من الضمانات التي يطلبها. بوتين يطلب من الأمريكيين قبل كل شيء، قبل أن يطلب من الأوروبيين، لأنه هو بشكل أساسي يتوجه للأمريكيين والأوروبيين يحاولون يعني لعب دور الوسيط بين الاثنين. بوتين يتوجه للأمريكيين لطلب هذه الضمانات، أمريكا ترفض جملة وتفصيلا أن تعطي ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف الناتو، ترفض أن تعطي ضمانات بأنها لن تعطي أسلحة هجومية لأوكرانيا. بالتالي اليوم يعني احتمال لعاقب عما قاله ضيفكم والسؤال الذي طرحتموه سابقا، احتمال الغزو العسكري لأوكرانيا احتمال وارد جدا، لأن بوتين لم يحصل على الذي يريده. وهذا الاحتمال يعني الغزو العسكري ليس بالضرورة هو غزو مباشر يصل حتى كييف، من الممكن أن يكون عبر افتعال هجوم وهمي، وبالتالي الهجوم على أوكرانيا هجوم خاطف عبر القصف الجوي أو المدفعية كما سبق وقالت الولايات المتحدة وفقا لتقاريرها الاستخباراتية، أو من الممكن أيضا أن يكون تصعيد في إقليم الدونباس. فإذا بالتالي بوتين اليوم لم يحصل على الذي يريده، وهو لهذا يمكننا القول أننا الآن أمام حائط مسدود. الولايات المتحدة تتشبس بموقفها وروسيا تتشبس بموقفها، إذا نحن هنا أمام نقطة ميتة، أمام حائط مسدود، والأيام القليلة المقبلة ستظهر لنا ما الخطوة التالية التي سيتخذها الروس. طيب. لكي يجدوا يعني حلا للأزمة التي بدأت منذ أن حشدوا العسكر على الحدود. طيب سيد ديفيد بولوك، الاتصال الذي جرى قبل قليل ما بين الرئيس جو بايدن بالرئيس فلاديمير بوتين ينعش مجددا الحراك الدبلوماسي، خاصة بعد زيارة ماكرون إلى موسكو وزيارة وزيرة الخارجية البريطانية، ولكن هاتان الزيارتان لم تنتج عنهما أي شيء حتى الآن. نعم صحيح، للأسف الشديد أنا أتفق مع الزميل المحترم الثاني الذي قال أنه كما يبدو حتى هذه اللحظة الأساليب الدبلوماسية الإسلامية لتسوية هذه الأزمة مسدودة، ولكن هناك أنا شخصيا أنا أقيم هناك نوع من الأمل الأخير بالنسبة للتشاورات الدبلوماسية الذي يتعلق بالزيارة المقبلة لكما أنا أفهم المسؤول العالي من ألمانيا إلى موسكو في يوم الاثنين المقبل، وربما هذه الفرصة الأخيرة لنوع من تنازلات متبادلة أو حل وسط تسوية سلمية لهذه الأزمة.
طيب سيد متزوف، البعض يقول بأن المسألة ليست مسألة أوكرانيا بقدر ما يطمح إليه الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة يعني ضبط قواعد التعايش مع الغرب وحلف الناتو، يعني المسألة ليست مقتصرة على هذا الحال. إلى أي حد تتفق مع هذه النظرية أنت؟ أنا متفق مطلقا، لأن شوفوا اليوم اقتراحات الروسية للولايات المتحدة، مشروع معاهدة ضمانات الأمن المشترك متبادلة، وهذا إلى أمريكا، إلى واشنطن، إلى ناتو، إلى كل الدول أعضاء حلف الشمال الأطلسي، رسالة لتطبيق العلاقات مع حلف الشمال الأطلسي. ولكن كل هذا لا ذكر حتى عن قضية أوكرانيا. يتحدثون عن الضمانات بين أمريكا وروسيا، ضمانات الأمن بين في علاقات بين حلف الشمال الأطلسي، عدم انتشار حلف الشمال الأطلسي من وراء حدود أوروبا الشرقية، لأنه حتى بايدن قال بكل الوضوح أنه 25 سنة ناتو لا تنتشر إلى الشرق، وأوكرانيا لا تنضم، لا تدخل في عدوية حلف الشمال الأطلسي. ولكن في كل حال من الأحوال، روسيا قلقة ليست بأوكرانيا، وليست مشكلة روسيا في أوكرانيا، روسيا مشكلة روسيا في علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. جذور واضحة، وأساتيل كل الأساتيل الروسية خرجوا إلى المحيط العالمي، والآن تركوا قواعد عسكرية، و140 سفينة الآن موجودة في بحور المختلفة، ليست في 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 أراضي روسية. ولذلك هذا بيان، هذا عرض العسكري في على حدود مع أوكرانيا، 150,000 كما يقولون هناك في مناورات حربية، في بيلاروسيا 30,000 جندي، وكذلك أساتيل. هذا ليست لغزو أوكرانيا، هذا إشارة إلى بايدن. طيب إشارة إلى بايدن. سيد أسامة، الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث بأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن في أوروبا من دون روسيا. الزيارة البعض وصفها بأنها غير ناجحة، وبذلك يمكن العمل على شيء مختلف. سأعود إليك أستاذ أسامة، ولكن نذهب إلى هذه الصورة العاجلة التي وردت للطفل السوري فواز القطيفان الذي تم تحريره من خاطفيه، وهو موضوع في صيدلية في نوى حيث وضعه الخاطفون هناك، و تم استلامه من أهله بعد دفع الفدية. إذن هذه الصورة مشاهدينا للطفل السوري الذي حرر بعد دفع الفدية لخاطفيه، هذه الصورة ضمن صيدلية في مدينة نوى في درعا. إذن هذه القصة سيكون لها تفاصيل أخرى بعد قليل. الحمد لله على سلامة الطفل له ولأهله. نتابع في ملفنا. أستاذ أسامة، سألت عن الرئيس ماكرون في مسألة الأمن لأوروبا لا يمكن أن يكون من دون روسيا، ماذا بوسع هذه العواصم الأوروبية أن تفعل بعد زيارة ماكرون وزيارة وزيرة الخارجية البريطانية؟ صحيح، يعني ماكرون قالها عندما كان في روسيا والتقى ببوتين الاثنين الماضي، وبعدها عندما ذهب والتقى بزيلينسكي قالها أمن روسيا من أمن أوروبا وأمن أوروبا من أمن روسيا. الأوروبيون اليوم، أوروبا هي المتضرر الأكبر اليوم في حال حصل غزو روسي لأوكرانيا لعدة أسباب، لأسباب اقتصادية، لأسباب سياسية، لأسباب أمنية، لأسباب أيضا أخرى، وهي أن الصف الأوروبي ليس موحدا بالكامل أمام ما يدعى يعني بالتهديد الروسي. ألمانيا في موقف لا يحصد عليه، في حال تم هذا الغزو ستكون مضطرة لرفض مشروع نورد ستريم 2 وستخسر قرابة 11 مليار يورو. بالتالي الأوروبيون اليوم يحاولون قدر المستطاع القيام بكافة الجهود الدبلوماسية، حتى ولو لهذه اللحظة هذه الجهود للأسف يعني ربما لكل الأطراف لم تعطي نتيجة، يحاولون القيام بكل الجهود للعب دور الوساطة بين الأمريكيين
وبين الروس، ولكن على ما يبدو أن روسيا اليوم تطالب بالضمانات من الولايات المتحدة ولا تأخذ بعين الاعتبار يعني هذه الجهود الكبيرة. عسى أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج. يجب هنا أن نذكر عندما توجه ماكرون يوم الاثنين إلى موسكو، كان ما زال في الطائرة إيمانويل ماكرون، قالت الكرملين قال أن هذه زيارة ستكون مهمة لكنها لن تعطي نتيجة، قبل أن يصل حتى ماكرون إلى موسكو. وبعدها عندما التقى ماكرون ببوتين كان اللقاء نوعا ما أعطيت إشارات على أنه لقاء إيجابي. بعد اللقاء قالت الإليزي أن بوتين تعهد بعدم التصعيد. نعم. بعدها بدقائق وهذا ما نفاه ديمتري بيسكوف، كذب. نعم. الكرملين هذا. نعم. هذا الخبر، مستشار الرئيس الروسي، وقال حينها بأن زيارة هذه مفيدة ولكنها لن تحل الأمور. سيد بولوك، الجانب الأمريكي مسلح بالمواقف الأوروبية، وثلاثون دولة هي في حلف الناتو. ألمانيا قال مستشارها بأنها ستفعل ما تريده واشنطن. إلى أي حد هذا الموضوع واقع؟ يعني خاصة المعني هنا نورد ستريم 2، هذا الخط الغاز. يعني المسألة ليست نظرية، ألمانيا صناعية وتحتاج إلى الغاز الروسي. صح، بس كما أنا أفهم الموقف الألماني إيجابي بشكل مفاجئ لحد ما بالنسبة للعقوبات المحتملة ضد روسيا لو قصفت أو غزت أوكرانيا في المستقبل القريب. أنا أفهم أنه هناك احتمال جيد لتعقيد الصفوف الأوروبية والأمريكية، يحتوي على ألمانيا في هذه الحالة، لأن حسب المسؤولين الألمانيين وعلى الرغم من الاعتماد الاقتصادي على الغاز الطبيعي من روسيا، أنا أعتقد أنهم يفضلون التحالف الأطلسي والعلاقات الجيدة مع واشنطن على العلاقات الاقتصادية الجيدة والدبلوماسية الجيدة مع موسكو في هذه اللحظة، وهذا كله بسبب احتمال العدوان الواضح الروسي ضد دولة مستقلة وضد السيادة أوكرانيا وضد السلم في أوروبا الذي قام به القوات المختلفة، يحتوي على روسيا وأمريكا وأوروبا الغربية والشرقية منذ نهاية الحرب الباردة. لذلك الموقف الألماني والفرنساوي والبريطاني والأمريكي على الرغم من في اختلاف سيد بولوك في داخل الحكومة الألمانية الائتلافية، يعني حزب الخضر الذي يقود وزارة الخارجية والمستشارية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعني وهذا البعض يرى فيه نقطة إيجابية لبوتين في مسألة التعنت أكثر. أنا ربما، لكن أنا أعتقد أهم من الخلافات الداخلية في الحكومة أو في الائتلاف الحاكم حول خط نورد ستريم 2، حول هذا الموضوع الموقف الموحد عموما بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد العدوان الروسي المحتمل. طيب. أنا أتمنى إنه كلام السيد ماتوزوف صديقي وزميلي، أنا أتمنى إنه كلامه صحيح، إنه ليس لروسيا تخطيط حاسم أو مقرر، ليس لديها نية للقيام بهذه الحرب. سيد ماتوزوف، سأعود إليك سيد بولوك، هي خطة بديلة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه الحشود كي يضغط على الولايات المتحدة والغرب للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذلك نفوذ روسيا على أوكرانيا؟ شبه جزيرة القرم لا يوجد هذا موضوع في مفاوضات محادثات مع بايدن، مع ماكرون، مع شولتز، مع أي حدا. هذا أراضي روسية ولا نقاش حول مصيره. هذا من وجهة نظركم أنتم في روسيا. دنباس. هذا من وجهة نظركم أنتم في طبعا روسيا. أما هناك طرف آخر يقول أمريكي. هي تتبع لأوكرانيا والموضوع قد يكون طيب. صفقة للاعتراف بها من قبل الغرب. غرف لا يعترف، هذا ترجع في نهاية المطاف إلى موقف غربي.
روسيا أخذت موقف وتغييره مستحيل تماما أولا. بعدين نحن نتحدث اليوم عن غزو الروسي محتمل، highly likely روسيا تتقدم، ولكن روسيا تقول أن لا تتقدم. على مستوى رئيس الدولة، على مستوى وزير الخارجية، وزير الدفاع، كله يقولون لا، نحن لا نعمل شيء ضد أوكرانيا. زيلينسكي رئيس أوكرانيا ووزير دفاع أوكرانيا يتحدثان نفس الشيء، ليست لدينا أي معلومات، أي تأكيدات أن هناك استعدادات روسية لغزو أوكرانيا. أما في واشنطن نحن نسمع، وحتى من صديقي الحميم متحدث اليوم ديفيد، يتحدثون أن عدوان الروسي وارد. إذا أوكرانيا لا تخشى، إذا روسيا قلت، لماذا هذا يخوف من واشنطن؟ طيب. الشعوب العالم والشعب الأوكراني ويسحب كل الدبلوماسيين من كييف. المزاج يا سيد ماتزوف، من هو مبادر؟ طيب. لافروف جاوب قال إذا أمريكان يسحبوا دبلوماسيين من كييف، نحن كذلك. طيب. لا نستثني أن في مغامرة بعد قوى المتطرفة في أوكرانيا. الشعوب لا تريد يا سيد ماتزوف، ولكن بعض الحكام يتصرفون بمعزل عن شعوبهم. يعني سيد أنا أتحدث عن الحكام. طيب 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 سيد أسامة، المزاج الأوروبي، البعض يقول بأن الكثير من الدول الأوروبية لا تميل لي يعني فتح جبهة حرب مع روسيا، ملاحظ هذا في الأوساط الأوروبية أو ماذا؟ بالطبع بالطبع بالطبع، سيناريو حرب عسكرية هو سيناريو كارثي بالنسبة للأوروبيين، كافة الدول الأوروبية من دون أي استثناء. أنا لا أوافق ضيفكم الكريم سيد بولوك الرأي بأن الصف الأوروبي موحد جدا، حتى ولو مؤخرا ظهرت بعض المواقف التي تبين العكس، شهدنا ذلك. يعني خاصة هناك اليوم يمكننا أن نميز بين الموقف الأمريكي البريطاني المتشدد جدا وبين الموقف الفرنسي الألماني الذي يحاول لعب دور الوسيط والذي يستخدم وسائل دبلوماسية أقوى، أو يستخدم يعني يعول بشكل كبير جدا على الدبلوماسية أكثر منه على موضوع العقوبات. الرئيس إيمانويل ماكرون عندما قابل نظيره بوتين طبعا تحدث عن التهديد بالعقوبات، العقوبات الاقتصادية، لكنه لم يكن حازما بشدة في لهجته مقارنة مع الأمريكيين والبريطانيين. الألمان من جهتهم مثلا رفضوا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. الموقف الفرنسي اليوم شهدنا شيئا يعني متميزا، حتى اللحظة فرنسا لم تدعو مواطنيها إلى ترك أوكرانيا، ولم تدعو أيضا سفيرها أو البعثة الدبلوماسية إلى ترك أوكرانيا، إلا إذا طبعا إلا إذا صدر موقف يعني في الثواني الأخيرة، ولكنها لم تدعو لذلك، خلافا لما قامت بها الولايات المتحدة ولما قامت به البريطانيا. فرنسا تحاول اليوم أن تلعب دورا، أن تلعب الورقة التي يلعبها فلوديمير زيلينسكي، وهي ورقة الأعصاب الباردة من حيث الطمأنة بأن الجهود الدبلوماسية قد تنجح، لأن سيناريو الحرب فعلا كارثي بالنسبة لكل القارة الأوروبية. شكرا جزيلا لكم من باريس أسامة حريري الصحفي والمحلل السياسي، وأشكر كذلك السيد ديفيد بولوك المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وأشكر كذلك من موسكو الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فيتسلاف ماتزوف. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا، قوات سوريا الديمقراطية تكشف للحدث تفاصيل أحداث سجن غويرة، وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية. من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً. الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري، وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل معها الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟
هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية الذي تمت الخطوة اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. كما تحدثنا قبل قليل، هذا المقطع للطفل فواز القطيفان الذي تم تحريره والعودة إلى أهله بعد دفع الفدية. نتابع هذه الصور للطفل السوري فواز القطيفان. حبيب قلبي يلا اضحك اضحك يا فواز، يلا اضحك. الحمد لله الحمد لله يا ربي. وين يا زلمه؟ تروح الشبكه؟ وين انت؟ والله في شبكه. كان دور على الشبكه افتح. الحمد لله حبيب قلبي انت، حبيب قلبي. الله يسعدك. يلا اضحك اضحك يا فواز، يلا اضحك. الحمد لله يا ربي. وين يا زلمه؟ دور عليك تروح الشركه. وين انت؟ والله حبيب قلبي انت. اذا مشاهدينا، هذه هي الصور الاوليه للطفل فواز قطيفان، هذا الطفل السوري الذي اختطف في مدينه درعا وطلب خاطفوه فدية كبيرة. تم تسليم الفدية ووضع الطفل في صيدلية في مدينة نوى، وتمت العودة، عودة هذا الطفل إلى أهله. وهذه الصور حقيقة التي تصلنا لفواز بين أهله وبين ذويه، استقبله وأهله. وهناك الكثير من أهالي مدينة قطاع في درعا تجمعوا عند مدخل البلدة لاستقبال الطفل فواز بعد تحريره وتسلمه من قبل الذين قدموا لاستلام هذا الطفل. إذن أسابيع عديدة وهذا الطفل غائب عن أهله، وخاطفوه يبتزون أهله من أجل دفع هذه الفدية. تم دفع هذه الفدية وعودة الطفل فواز إلى أهله. يلا اضحك اضحك يا فواز، يلا اضحك. من مدينة كونفاتريا البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي، تفاصيل عن عملية تحرير الطفل فواز قطيفان. تحرير الطفل، نعم، مساء الخير. كنا نأمل أن يقوم النظام السوري بتحرير هذا الطفل دون دفع فدية مالية، ولكن ما تبين بالنهاية بأن الفدية المالية هي التي دفعت، وأن الطفل تنقل من منطقة إلى أخرى وتم تسليمه والإفراج عنه بصيدلية في مدينة نوى. أي أن كل الطوق الأمني الذي تحدث عنه النظام والذي قام به النظام مع ما يعرف باللواء الثامن بالفيرق الخامس كلها كانت إعلامية فقط لا غير. ولكن ما يهمنا الآن بأن هذا الطفل عاد إلى أهله، إلى ذويه، عاد إلى الحرية من خاطفيه بعد دفع فدية مالية تضاربت الأرقام ما بين 400 إلى 500 مليون ليرة سورية. المعلومات بأن المبلغ الذي دفع نحو 140 ألف دولار، أي ما يعادل 500 مليون ليرة سورية، بينما المبلغ الذي اتفق عليه كان 400 مليون ليرة سورية. بالنهاية
المبلغ دفع مقابل حرية هذا الطفل، ولكن يعني هل سيقوم النظام بملاحقة هؤلاء الخاطفين الذين قاموا باختطاف الطفل منذ أكثر من 3 أشهر حقيقة الأمر وليس أسابيع؟ هو مختطف منذ أكثر من 3 أشهر، هو شريط التعذيب الذي أرسله هؤلاء الوحوش هو الذي جعل من قضية فواز قضية رأي عام عربي محلية سورية وعربية ودولية، إلى أن عاد إلى زاويه بهذه الصحة الجيدة الآن. ولكن أعتقد ما بعد الصحة الجيدة هناك معاناة نفسية سوف تكون لهذا الطفل الذي عذب من قبل وحوش بشرية، وسوف نبقى نتابع قضية الخاطفين إلى أن يعلن النظام السوري بالصوت والصورة إلقاء القبض عليهم. ما دون ذلك يكون النظام هو شريك بصورة أو بأخرى أو شريك فعلي بعملية خطف الطفل فواز والحصول على هذا المبلغ المالي. والمضحك بأن فواز حرر بمقابل فدية مالية، وخرج علينا عميد بقوى الأمن الداخلي التابع للنظام يتصور مع بصورة مع فواز وكأنه هو الذي قام بتحرير هذا الطفل وإعادته إلى أهله. طيب المنطقة التي يعني خطف فيها فواز والمدة الزمنية تحدثنا عن أسابيع عدة، والأسابيع العدة تشمل 3 أشهر، لن نختلف على المدة. نعم. يا أستاذ رامي، المنطقة ومن يعني يسكنها وكيف الآلية التي كانت باختطاف هذا الطفل؟ لا، الاختطاف الطفل كانت عبر 4 أشخاص على دراجتين ناريتين، رجل وامرأة كانوا على دراجة نارية مثلما تحدث وأصبح واضحا والده بأن هي التي في 2 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الفائت، وقالت له بالاسم فواز صباحا عندما كان ساهرا إلى المدرسة، وقاموا باختطافه وكانت هناك دراجة نارية أخرى مرافقة، إلى أن اختفى في منطقة إبطاء وبعد ذلك ظهر في نوى، وكل المعلومات كانت بأنه في إبطاء وإذا به يظهر في نوى. كيف يتنقلون بهذا الطفل؟ كيف رغم كل الضخ الإعلامي وكل الحديث عن هذه الجريمة وإذا به ينتقل إلى منطقة أخرى ويفرج عنه بسهولة في صيدلية في مدينة نوى؟ نعم. لذلك أقول هناك شكوك كثيرة يجب أن تعرف للشعب السوري. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست تفاصيل تتبع المخابرات الأمريكية لزعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش الملقب بأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، والذي أعلن عن تصفيته الأسبوع الماضي في سوريا. عملية عسكرية أمريكية أسقطت زعيم داعش عبد الله قرداش في سوريا الأسبوع الماضي. كيف تمت العملية بحسب صحيفة واشنطن بوست؟ فإن البداية كانت في الخريف الماضي، طائرة تجسس أمريكية بدون طيار حلقت فوق منزل يقع في أحد بساتين الزيتون في منطقة أطما بإدلب شمال غرب سوريا. كاميرات الطائرة رصدت حركة رجل تظهر عليه إعاقة جسدية بارزة في ساقه اليمنى. الرجل يعيش في منزل من 3 طوابق ولا يغادر. لتبدأ عملية المراقبة الطويلة، الكاميرات تمكنت من رصد يوميات الرجل وحركته البطيئة داخل المنزل، تارة متجها للشرفة وتارة يظهر على سطح المنزل، وأحيانا يقف عند الباب لاستنشاق الهواء. الإعاقة الجسدية الواضحة في الساق زادت من الشكوك، وزادت معها عمليات المراقبة إذا ما كان الرجل بساق واحدة هو عبد الله قرداش زعيم داعش. الانتظار الذي استمر لأشهر عدة أثبت أنه يستحق العناء. عملية المراقبة تم توسيعها لتشمل بعض الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأكثر تطوراً، ومعظمها على طائرات دون طيار تديرها وزارة الدفاع. بحلول أواخر سبتمبر الماضي وبعد جمع المعلومات الاستخباراتية كافة والتأكد بأن الرجل هو زعيم داعش قرداش، بدأت فرق القوات الخاصة الأمريكية في التدريب ووضع خططها، واقترح المسؤولون تنفيذ غارة بطائرة هليكوبتر وباستخدام الكوماندوز تسقط الهدف ولا توقع أضراراً بالمدنيين. عملية استخباراتية خاصة استمر التخطيط لها شهوراً، في حين استغرق تنفيذها 2 ساعة وفق واشنطن بوست. ليأتي إعلان الرئيس بايدن الأسبوع الماضي بمقتل زعيم داعش عبد الله قرداش الملقب بأبو إبراهيم القرشي في عملية عسكرية للقوات الأمريكية شمال سوريا، وأن جميع الجنود الأمريكيين عادوا سالمين من العملية. ملوك الشيخ، الحدث.
قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية في مقابلة خاصة مع الحدث أن عناصر داعش هجمت سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة، وأنه كانت بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة. داعش وبعد تحضيرات طويلة هاجمت عناصر تابعة له السجن من الخارج والداخل، فبعد عصيان كبير استطاعوا السيطرة عليه بالكامل. هاجم 12 انتحاريا بوابة السجن والأسوار بدعم من 100 إلى 200 مسلح داعشي بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة. كانت خطتهم تحرير السجناء وتسليحهم ثم السيطرة على الأحياء المجاورة للسجن كغويران والنشوة والزهور ومن ثم الحسكة بكاملها وصولا إلى مخيم الهول، حيث كان التنظيم قد حضر لذلك هناك أيضا ليبدأ مرحلة جديدة من الانتشار العسكري في المنطقة. حدثت معركة كبيرة ومنعنا داعش من بلوغ هدفه. وقال عبدي إن التحقيقات لا زالت مستمرة بشأن أحداث الحسكة الأخيرة، مضيفا أن قسد كانت مضطرة لاستخدام القوى العسكرية لحماية السجن. التحقيقات مستمرة في هذا الخصوص وبشكل موسع، لكن هناك حقيقة ليعلمها الرأي العام. نحن نتحدث عن مكان احتجاز وليس سجن. في الأساس هي مدرسة وضعنا فيها 4350 من أخطر الدواعش، ويفتقر المكان إلى جميع مقومات السجون. كنا مضطرين لذلك، نحن اعتمدنا على القوى العسكرية لحماية السجن. مشاهدين الساعة الأولى من 9:10 انتهت، وإليكم مواضيع الساعة الثانية. مصادر دبلوماسية تؤكد للحدث تعجيل المفاوضات النووية في فيينا مع التصعيد الروسي الأوكراني. أدبيبا يستقدم قوات من مصراتة إلى طرابلس لحماية سلطته، ويهاجم البرلمان ويتهمه بالتزوير والتدليس. مصادر الحدث تؤكد أن ميليشيات موالية لإيران تجند عناصر من المكون السني لتنفيذ عمليات إرهابية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من 9:10، كان خبرا مفرحا فيها حيث عاد الطفل فواز قطيفان إلى عائلته بعد نحو 3 أشهر من الاختطاف، حيث دفعت الفدية التي طالب خاطفوه بدفعها من قبل ذويه، وتم ذلك، واليوم تم تحرير فواز وعودته إلى أهله. وهذه هي الصور لفواز محررا من خاطفيه. الحمد لله على سلامتك يا فواز، إلى اللقاء. هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن التوافق متأخر جداً. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل المخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ تابع الحدث في مكانه وزمانه.
خرج المتظاهرون إلى الشوارع واتجهوا للقصر الرئاسي. حالياً هم بيضربوا بالرصاص، وبرضه الثورة مستمرة. هل هناك توقعات بأن تنحرف التظاهرات عن السلمية؟ لكن استمرار التظاهرات لا يعني فقط استمرار الدماء، يعني استمرار الأزمة. إلى أي مدى هناك جدول، هناك أجندة قادمة بالنسبة لخروج هذه التظاهرات؟ اليوم تم حرق محلية مدن الكبرى، لماذا؟ لماذا تحرق الممتلكات العامة؟ أما آن لهذا النزيف أن يتوقف قبل أن ندخل إلى مسألة المبادرات والحل. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حرث الانكسى بقية بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. الأحداث في تسارع. دانت الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي على مطار أبو ظبي. المشاهد تعاد صياغتها. نحن أمام استهداف سافر واعتداء سافر، يجب ألا يمر مرور الكرام. الواقع يفرض تحديات جديدة. عن أي إرهاب نتحدث هنا؟ الحدث في مواكبة للتطورات. نحن أول من ندخل هذه القرية، قرية الهوش في مديرية حليب جنوب محافظة مأرب. سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، هذه العواجل التي ترد الآن. أخبار وتحليلات. نحن أمام مشهد سياسي جديد في ليبيا. وتغطية لآخر المستجدات. تمكننا من الحصول على بعض المعلومات من مصادر عدة. من بغداد معنا مراسلنا هناك. ضعنا في صورة ما يحدث. السودان للجميع بمختلف أطيافه وأعماره وألوانه. تابع ما يجري أولا بأول في مكانه وزمانه. اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام، وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافا لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟ تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون أمور صعبة للغاية. تعبنا من النزوح، ما عاد شيء لنا الطاقة، تبهدلنا كثير.
مصادر دبلوماسية تؤكد للحدث تعجيل المفاوضات النووية في فيينا مع التصعيد الروسي الأوكراني. أدبيبا يستخدم قوات من مصراتة إلى طرابلس لحماية سلطته ويهاجم البرلمان ويتهمه بالتزوير والتدليس. مصادر الحدث تؤكد أن ميليشيات موالية لإيران تجند عناصر من المكون السني لتنفيذ عمليات إرهابية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 19:00. تتواصل في فيينا المحادثات حول الملف النووي الإيراني، وكانت آخر جلسة تفاوض عقدت في نهاية يناير، وقد غادرت حينها الوفود فيينا وسط دعوات لاتخاذ قرارات سياسية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق في فترة زمنية قصيرة وبشكل سريع، فيما أعلن الرئيس الإيراني أمس أن بلاده لا تعقد آمالا على المفاوضات. مندوب روسيا في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن مجموعات العمل الثلاثة المعنية برفع العقوبات والقضايا النووية وترتيبات التنفيذ ستجتمع اليوم لمعالجة القضايا العالقة المتبقية. إذن الاجتماعات في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران تتكثف، وفي هذا الإطار أعلنت مصادر دبلوماسية للحدث أن هناك شعورا بالتعجل لإنهاء المفاوضات، خاصة مع التصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا، خوفا من تأثير أي تطورات هناك على سير المفاوضات. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن تقوية الظروف النووية والقدرات الدفاعية الإيرانية هي من الخيارات التي لن ترفع عن الطاولة أبدا. تصريحات شمخاني التي تعتبر بمثابة تهديد، وأن صون وتقوية الظروف النووية وقدرات إيران العسكرية وسياساتها أساسا لتوفير الأمن في المنطقة على حد تعبيره. قدم كل من السيناتور الديمقراطي بوب مينديز وزميله الجمهوري لينسي غراهام قدم مبادرة لطرح مشروع قرار يدعم مقاربة دبلوماسية جديدة لاحتواء طموحات إيران النووية لتجنب سباق التسلح. مشروع القرار يدعم تأسيس بنك وقود نووي في المنطقة والسماح لأي دولة في الشرق الأوسط بالحصول على الوقود النووي إذا ما توقفت عن تخصيب اليورانيوم. وتحدث المشرعان عن إعفاءات عن العقوبات، ومن العقوبات تتخطى تلك الموجودة في الاتفاق النووي في حال تعهدت إيران وقف تخصيب اليورانيوم. وأوضح المشرعان أن تلك الإعفاءات تشمل العقوبات الأولية على أن تبقى أي عقوبات أمريكية أخرى قيد التنفيذ حتى يتم التحقق من وقف إيران لأنشطتها الخبيثة بما فيها دعمها للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ الرهائن والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. من موسكو انضم إلينا المحلل السياسي الروسي إفغيني سيدروف. تنضم إلينا من واشنطن كارول روز، كبيرة المحللين في معهد نيو لاين للدراسات والبحوث. مرحبا بكما. أبدأ من عندك يا سيدي إفغيني، إلى أي حد ستتأثر مفاوضات فيينا بما يجري ما بين روسيا وأوكرانيا وانشغال العالم بما فيهم الولايات المتحدة بما يجري الآن؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين وضيفتكم الكريمة. أهلا وسهلا. أنا أعتقد بأنه لا علاقة مباشرة بين هذين الملفين، رغم أن طبعا الدول الغربية ما زالت يعني تطرح العديد من المخاوف فيما يتعلق بالغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، وبالتالي برأي ربما هذه الدول لا شك أنه لابد من الإسراع بأكبر قدر ممكن في المفاوضات النووية في إيران، وأن تنتهي هذه الجولة هي الثامنة ب يعني نتائج ملموسة تتمثل في الموافقة من قبل كل الأطراف المشاركة على التقرير والوثيقة النهائية التي تم التوصل إليها ربما ببعض التحفظات، وهي تتضمن على حد معرفتي تقريبا
حوالي 20 صفحة. طبعا الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا شك أن هناك خلافات ربما حول بعض النقاط المتعلقة بإيران وسلوكها وصواريخها وما شابه ذلك، لكن روسيا تدعو إلى إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة بشكلها الأساسي، ربما بعض مع بعض الإضافات ولكن بدون أي تعديلات جوهرية. بالنسبة وبالعودة إلى الترابط بين ملف النووي الإيراني وبين التصعيد الحالي حول أوكرانيا، أنا لا أعتقد بأن هناك ترابطا مباشرا بين الملفين. وبالمناسبة روسيا تنسق وبشكل ناجح مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هناك عدة اتصالات بين السيد أوليانوف الذي ذكر في التقرير الآن وبين السيد ميلي وهو مندوب الولايات المتحدة الخاص بإيران. هذه اللقاءات وهذه الاتصالات توصف بأنها ناجحة. أنتقل كذلك إلى السيدة كارولي، أسأل فيما إذا كان هناك تهديدات للرئيس جو بايدن، تهديدات بمعنى عرقلة هذا الاتفاق الذي ينوي الوصول إليه سواء من الجمهوريين أو حتى الديمقراطيين، خاصة بعد توجيه نحو 33 عضو من مجلس الشيوخ من الجمهوريين رسالة إلى بايدن في مسألة الاتفاق مع طهران. هذا سؤال وجيه جدا، وأنت محق تماما. 33 جمهوريا هددوا بإعاقة أو عرقلة الاتفاق إذا لم تسمح الإدارة لمجلس الشيوخ أن يكون لديه أي إشراف على خطة العمل الشامل المشترك، ولا شك بأنه سيكون هنالك بعض المقاومة في وجه هذا الاتفاق مهما كانت النتيجة، نظرا لكمية الوقت الذي انقضى منذ سحاب إدارة ترامب من الاتفاق وإعادة تفاوض هذه. هنالك درجة من المقاومة المحلية في أمريكا، ولكن مع قول ذلك أعتقد بأن حقيقة وجود دعم أساسي في مجلس الشيوخ لهذا الاتفاق بين الديمقراطيين، وبالتأكيد سيعتمد على كيفية إقناع الإدارة لهم بهذا الاتفاق. روبرت مايلي كان واضحا جدا حول أن الزمن طويلا مرا وسمح لإيران تتجاوز مستويات التخصيب، وهذا بالتأكيد ما عاد له أهمية خاصة مع مدة الانقضاء، ولكن هناك بعض المقاومة، ولكنها مع ذلك هنالك احتمال توصل إلى اتفاق وشيك، سيتوصلون برأيي إلى اتفاق في الجولة الأخيرة، ونأمل أن تتمكن هذه الإدارة من إقناع الجميع به. طيب، الجولة السابقة يا سيد يفغيني بات المبعوث الروسي يتحدث عن تقدمات في التفاوض ما بين واشنطن وطهران، حتى أن البعض ظن بأن موسكو تضغط على طهران واستطاعت أن تحصل على تنازلات منها. الآن الوضع مختلف، يعني روسيا منشغلة بما يجري في أوكرانيا، سينعكس الدور الروسي بمعنى أنه سيتراجع وبالتالي تكون هناك أدوار مختلفة لعواصم أخرى؟ أنا أعتقد كما قلت لا تأثير مباشرة بين الملف الأوكراني وبين يعني مشاركة روسيا في الجهود المبذولة من أجل إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة. لا شك أن روسيا غير راضية عما تقوم به إيران في إطار نشاطاتها المتعلقة باستخدام الطاقة النووية، وغير راضية عن أن مستوى تخصيب اليورانيوم. عندما تقول يا سيد يفغيني، اسمح لي، عندما تقول بأنه لا علاقة، الموضوع ليس موضوع سحب دبلوماسيين بين أوكرانيا وروسيا، الموضوع نذر حرب بين الدولتين، لذلك هناك من يرى بأن من الممكن أن يوظف كل ملف لخدمة أي طرف، سواء الطرف الأمريكي الضاغط على روسيا أو الطرف الروسي الرافض لحلف الناتو في هذه المنطقة، حتى باستخدام الورقة الإيرانية. لا لا لا، أنا لا أعتقد بأن الحرب وشيكة ولا التدخل ولا الغاز ولا الاجتياح الروسي لأوكرانيا قائم، وبالتالي روسيا لا ربما توجه مثل هذا القدر من الاهتمام على خلاف الدول الغربية إلى الملف الأوكراني وربطه بما يجري الآن في فيينا في المفاوضات
النووية وهي القريبة من نهايتها. روسيا كما أعتقد يعني تنظر إلى ملف النووي الإيراني ليس كوسيلة ربما لزيادة نفوذها في هذا الجزء من السياسة العالمية إن صح التعبير، وإنما لتطبيع العلاقة وتطبيع الوضع عموما حول هذا الموضوع الشائك. بالنسبة للتصعيد في أوكرانيا، روسيا نفت وما زالت تنفي أنه لديها أي نية لغزو أوكرانيا، بخلاف ما تعتقده الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي وصل بها الأمر إلى حد ذكر تاريخ 16 فبراير كموعد أو كيوم لغزو روسيا لأوكرانيا. هذا الكلام لا يؤخذ في موسكو يعني بجدية، لا يمكن التعامل مع مثل هذه الادعاءات بجدية كما قالت موسكو، وبالتالي انشغالها بالملف النووي الإيراني طيب. لا علاقة له بما يبذل في من جهود وخطوات على صعيد التطبيع بين روسيا نعم. والناتو من جهة، وبين روسيا والولايات المتحدة. أستاذ كارول، مسألة التدخلات الأمريكية الداخلية إلى أي حد تنعكس على الجانب الإيراني المفاوض في فيينا؟ بمعنى أن ثمت يعني عدم رضا من بعض الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين على ما ينوي القيام به الرئيس جو بايدن، وإن لم يكن هناك ديمقراطي في سدة الحكم في 2024، هل يعني بأن الأمور قد تقود إلى انسحاب آخر؟ سؤال وجيه. لا شك من كلا الحزبين هنالك اعتراف بسبب مرور الكثير من الوقت على الاتفاق الأول، فأن أحكام الاتفاق وتمكين قدرات إيران في التخصيب فكل هذه سمحت للاتفاق أن يصبح ضعيفا مع مرور الوقت. هنالك انعدام رضا من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ حول هذا الاتفاق، ولكن مع قول ذلك أعتقد بأن الديمقراطيين مستعدون لمحاولة إنقاذ الاتفاق، ويعتقدون بأن هذا التقدم جدير بالعمل، ولا شك بأنهم يعتقدون بأنه إذا ما تغيرت الإدارة، أقصد من الديمقراطي إلى جمهوري خلال السنوات القادمة، فبالتأكيد سيكون هنالك ارتداد أو ردة فعل ضد هذا الاتفاق، وربما سيكون هنالك انسحاب آخر أمريكي من الاتفاق. ولكن أعتقد بأن الاتفاق الذي يعمل عليه مالي وفريقه في فيينا، أأمل بأنه سيكون قويا والشيء يرضى به الإيرانيون. طيب سيد يفغيني، سألتك عن الداخل الروسي وقلت لي لا علاقة ولا ارتباط في الملفات، لا فيما يجري في أوكرانيا ولا مسألة الملف النووي الإيراني. الآن من وجهة نظر بعيدة عن طهران، يمكن لطهران أن تستغل الانشغال الأمريكي فيما يجري مع روسيا بشأن أوكرانيا، وبالتالي يعني كقراءة لك الاستفادة من كل هذه الظروف لصالحها؟ طبعا إيران ربما يمكن أن نستغل أي ذريعة لتقوية مواقعها في المرحلة النهائية من المفاوضات، ولكن لا أعتقد بأن إيران سوف تقوم بأي تحرك يتعارض مع مصالح موسكو، وربما مع الاتفاقات التي أو التفاهمات التي كان قد تم التوصل إليها منذ زمن بعيد بين موسكو وطهران فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن لا يخفى على أحد، وطبعا هذا موضوع مهم جدا وربما حساس، بأن روسيا لديها ربما بعض المخاوف فيما إذا نجحت الجهود الدولية المبذولة على صعيد العودة إلى هذه الخطة وإحيائها بوقت سريع جدا، ولا سيما بأن هناك ربما يخلق انطباع بأن الدول الغربية هي أسهمت بحصة الأسد في التوصل إلى الاتفاق وإحيائها. في هذه الحالة روسيا ربما لديها بعض المخاوف من أن إيران طيب. سوف تنسق مستقبلا النشاطات الاقتصادية مع الدول الغربية، هذا ما يثير ربما بعض القلق،
لدى موسكو. طيب، في ظل هذا التباين سيدة كارول في الداخل الأمريكي فيما يخص الاتفاق مع طهران، البعض يقول بأن الجانب الإيراني يبحث عن ضمانات لكي لا يتكرر أو تتكرر عملية الانسحاب. الرئيس جو بايدن لا يستطيع أن يعطي هذه الضمانات. هل ستناقش واشنطن مع طهران مسألة فصل العقوبات عن الملف النووي بطلب من إيران مثلا؟ أعتقد بأن هذا الشيء الولايات المتحدة قد تكون مهتمة به، سواء إذا ما كان ملحقاً بالاتفاق النووي أو حتى بعد انتهاء المحادثات، لتحاول استغلال وخلق فرصة من الحقائق أو من هذا الاتفاق مهما كان، وهذه ستكون إجراءات لبناء الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. ولا شك أن الولايات المتحدة ستحاول على الأقل التفاعل مع إيران فيما يخص برنامجها الصاروخي والعمل من هناك للانخراط معها حول وضعها في المنطقة وسياستها الخارجية. ولكن بلا شك الاتفاق النووي أثبت أن إيران غير مستعدة للتحدث عن هذه المسائل، ولهذا السبب شهدنا تضييق الملف أو حواراتها حول فقط الملف النووي. هذه هي الإدارة بلا شك نصبت أعينها على المزيد من المحادثات لمحاولة مناقشة نشاطات إيران في المنطقة وكيف يمكن أن يشمل الأمن الإنساني وترويج الاستقرار، لأنه في الختام هذا يكمن في صلب مصالح أمريكا في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكما من واشنطن كارول روز، كبيرة المحللين في معهد نيو لاين للدراسات والبحوث. وأشكر من موسكو السيد يفغيني سيدروف المحلل السياسي الروسي. تاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا رئيس مجلس الدولة ينتقد رئيس حكومة الوحدة. تظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف، وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمت أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل، من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ لا أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. أنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. برأيكم هل هذه الاستقالة ستكون مدخلاً لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة ما يحدث في البرلمان الليبي بالعبث الذي يشوبه التزوير والتدليس، وأضاف أن ما سماه فرض القرارات بالمغالبة وبالتزوير هو ما أدى إلى السابق لجر البلاد إلى الحروب والاقتتال على حد تعبيره. لقد نبهت
في خطابي السابق إلى أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو عبث يشوبه التزوير والتدليس، وإن قلة في المجلس تستحوذ على قراره بالترهيب والمغالبة وانعدام للشفافية والنزاهة. وها نحن جميعا للأسف شاهدنا كيف دارت أحد الجلسات المهمة والمفصلية في تاريخ البلاد. إن هذا العبث في محاولات فرض القرارات بالمغالبة بل بالتزوير هو ما سبب في السابق لجر البلاد إلى الحروب والاقتتال. إن كنتم تريدون تشريعات وقوانين تدعم المصالحة فالحل في الانتخابات والانتخابات السريعة ولا للتمديد. إذا كنتم تريدون جبر الضرر وتعويض الحقوق ورد المظالم فالحل هي في انتخابات سريعة ولا للتمديد. إذا كنتم تريدون استقرارا وسلام وأن نمنع مسببي الحرب من العبث ببلادنا فالحل في انتخابات سريعة ولا للتمديد، أبدا لا للتمديد. نحن كحكومة والمجلس الرئاسي دائما ندعم هذا الملف ونبذل كل الجهود للاستمرار به ودعمه. في هذا اللقاء وفي هذا الحدث لابد من تحية جهود المجلس الرئاسي والذي يبذل قصارى جهده لإصدار عدد من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي ستساعد جهودكم المبذولة. أدعو كل الليبيين من الشرق من الجنوب من الغرب من كل مكان في ليبيا، من الشباب والشابات والكبار والصغار للخروج في كل الميادين والساحات للمطالبة بحقكم في الانتخابات. نحن نريد انتخابات، هذا حقنا كلنا ولا بد أن نطالب به ونعلي صوتنا. وأظهرت صور تداولها ناشطون أرتالا مسلحة قادمة من مصراتة تجوب وسط العاصمة طرابلس وعلى متنها مسلحون دعما لرئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، ما أثار المخاوف من عودة الاشتباكات بسيناريو مشابه لما حصل في 2015. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن الأجسام القائمة الحالية التشريعية ومجلس الدولة استهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت ممكن داعيا لتعجيل إجراء الانتخابات. واستهجن المشري ما سماه الحملة الموجهة والمدعومة من الحكومة ضد مجلس النواب ومجلس الدولة، وتابع أن المجلس سيطلب من مجلس النواب أن تكون هناك شفافية واضحة نافيا اصطفافه مع أي مرشح على حساب مرشح آخر، لكن أكد أن المجلس لن يقبل رئيس وزراء عليه طعونات قانونية. وجهة نظرنا على الأقل في المجلس الأعلى للدولة أن الاستفتاء على الدستور أولى من فتح الدستور، لكن حتى نصل إلى حالة توافقية رضينا بموضوع فتح مشروع الدستور على أن يكون مقنن بمدة زمنية محددة فقط، وفعلا تم الاتفاق على مدة شهر ونصف 45 يوم، وأن تكون المشاركين في النظر في بعض المواد في مشروع الدستور 24 عضوا من 12 من يختارهم مجلس الدولة و12 يختارهم مجلس النواب. هذول 12 ممكن يكونوا كلهم خبراء من خارج المجلسين، ممكن يكون فيهم أعضاء من المجلسين، ممكن يكون فيهم أعضاء من الهيئة التأسيسية، ممكن يكون فيهم أعضاء
من كل مكونات المجتمع الليبي ومن الشباب من المرأة من غير ذلك بشكل مرضي إن شاء الله تعالى. نحن نستهجن الحملة والتي للأسف الشديد في بعضها مدعومة من الحكومة بشكل أو بآخر الموجهة ضد المجلسين مجلس النواب ومجلس الدولة. مجلس النواب ومجلس الدولة طيلة فترة عملهم وهم كانوا في حالة خلاف ونزاع، الآن لما قربوا من بعضهم كنا نحن نقول في المنطقة الغربية نريد قوانين توافقية نريد قاعدة دستورية نريد الآن عندما اقتربنا من مجلس النواب يقول لا تقتربوا من مجلس النواب. طيب من أعطى الثقة لحكومة عبد الحميد بيبة اللي الآن تستهجن التقارب بين مجلس الدولة ومجلس النواب؟ مجلس النواب يعني بصراحة هذا حديث يعني غريب عجيب. نحن ندعو إلى زيادة التوافق بين المجلسين لمحاولة تخفيف الأزمة القانونية وغير ذلك. لمناقشة الملف الليبي من طرابلس ينضم إلينا المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية السنوسي إسماعيل، ومن بنغازي ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد المهدوي. مرحبا بكما أستاذ السنوسي. يبدو أن الرجل متمسك بالحكومة، هو يدعو الشباب الليبيين والشابات لأخذ حقهم، وهناك أسلحة وصلت إلى طرابلس وتجمعات مسلحة، أقصد هنا عبد الحميد دبيبة، ماذا بيده داخليا وكذلك خارجيا لمزيد من التمسك بالكرسي؟ تحية لك طيبة ولضيفك ولكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا هو واضح الخطاب الشعبوي والعبثي الذي يمارسه السيد رئيس الحكومة، وأيضا يعني حربه التي يشنها على التوافق، أنا أسميه حربه على التوافق، توافق مجلسي نواب الدولة. كانت هذه هي المشكلة طوال السنوات الماضية، لم نستطع أن نهرب من هذه الحقيقة، وهي أن مرجعية المرحلة الانتقالية اتفاق السياسي الليبي الموقع في السخيرات ألزم كل ما يعني يخرج من مجلس النواب، أو مش كل يعني الأغلب الأشياء، يعني نتحدث عن الأمور الدستورية، اختيار الحكومة، المؤسسات السيادية إلى آخره، هذه الجوانب كلها لابد أن يتوافق فيها مع مجلس الدولة. وحينما لم تتم هذه عملية التوافق هذه أصبحت ليبيا في أزمة، ووصلت إلى الاحتراب والتدخلات الدولية، وفشل كل محاولات تسوية الأزمة الليبية. وحينما يعني فرض لنقل أن وقف إطلاق النار كان حقيقة كان مفروض على الليبيين دوليا، وقد استفاد منه الليبيون عبر اللجنة 5+5 بتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا ملتقى الحوار السياسي، والذي بطريقة أو بأخرى ورغم المثالب ورغم العيوب التي فيه ورغم ما شابه من مشاكل، لكن في النهاية نعتبر أن ملتقى الحوار السياسي نجح في أن ينجز يعني حكومة تقود المرحلة التمهيدية لكي تصل إلى الانتخابات. طبعا هذا يعني لا نقول أن الحكومة فشلت في أن تهيئ الأجواء للانتخابات، هذه مسألة أكيدة، ولكن طبعا لا نحمل المسألة وحدها. القوة القاهرة التي تحدث عن المفوضين العليا للانتخابات هي التي أجلت الانتخابات، ولم يعد بالإمكان إجراء هذه الانتخابات كما يدعي السيد بيبة في خلال شهر يونيو. إذن أعتقد بأن ما ينبغي الآن أن يكون هو أن نسعد وأن ندعم التوافق بين مجلسي نواب الدولة لكي نخرج من هذه المرحلة الانتقالية. طيب. لا يوجد طريقة أخرى، لابد من مسار دستوري يحسم بأن يكون هناك استفتاء على دستور متوافق عليه. نعم. بعد أن يتم يعني معالجة الملاحظات من قبل بعض الفئات الليبية، سواء كانت يعني مكونات أساسية من الشعب الليبي أو كانت تيارات سياسية. طيب. ثم يعني يكون هناك استفتاء ثم نذهب إلى الانتخابات، هذا كله سيتم خلال 14 شهر على الأكثر. طيب أستاذ أحمد، إذا نستغرب الحقيقة بل ونستهجن هذا التحريض، تحريض الشباب على يعني خوض ما الذي يعني هل يريد دبيبة أن يقاتل الشباب عنه لكي يبقى هو في الكرسي؟ أمر غريب جدا حقيقة. طيب. لذلك سنأتي على هذه النقطة يا أستاذ السنوسي، ومرفوض ونحن الآن على أبواب. طيب. ذكرى سنأتي على هذه النقطة ولكن بشكل مفصل، يعني لن نسمح لك أن تمر عليها مرورا سريعا. أستاذ أحمد، محسوب حساب هذه الخطوة من البرلمان؟ الرجل يتحدث ويدعو الشباب للانتفاضة، صلاح بادي أيده، صلاح بادي من مصراتة، لديه الكثير من المسلحين، الناس تتخوف أن يكون هناك سيناريو كما جرى في 2015. أهلا وسهلا أستاذ حسين ومرحبا بضيفك. نعم، أعتقد أن السيد عبد الحميد دبيبة يعود بنا
يعود بنا بالذاكرة إلى خطابات الشرعية التي حدثت أبان يعني الثورة المصرية أبان حكم مرسي، عندما أكثر من الشرعية وحاول أن يحرض الشباب على الثورة وعلى من هم يريدون تغيير حال الثورة في مصر. نعم سيد عبد الحميد الدبيبة يعول على نفس الشيء، إذا كان هو رئيس حكومة جاء بناء على اتفاق لوقف القتال ووقف نزف الدماء، اليوم هو يحرض يعني يناقض نفسه، يحرض على الدماء ويحرض على قتل الليبيين. إذا كان هو فعلا رئيس حكومة وحدة وطنية، رئيس حكومة لتنهي حالة الفوضى وتنتشل البلاد من حالة التشظي والانقسام السياسي، كان الأجدر به أن يسلم للرجل الذي تم التوافق عليه كما قال السيد سنوسي. نعم لأول مرة هو قالها يا أستاذ أحمد، أو الرجل قالها لن يسمح بمزيد من الحكومات الانتقالية، هو يريد تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، قالها صراحة. نعم هو يا سيد حسين، السيد عبد الحميد الدبيبة يطمح بأن يكون مثل سابقه يعني مثل الفائز السراج، هو يطمح وهو يعلم بأن لا وجود لانتخابات في القريب العاجل، الكل يعلم بأن يعني التباعد ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة هو ما أفسد العملية الانتخابية في السابق. اليوم الأرضية قد تكون مواتية، يعني نحن نريد قطع الطريق أمام مجلس النواب ومجلس الدولة، إذا كان التوافق هو من يعيق إجراء الانتخابات، اليوم الجميع متوافقون، فتحي باشاغا توافق مع المشير حتى خالد المشري توافق مع عقيلة صالح، فأعتقد بأن القوة القاهرة ستزول بنفسها يعني. طيب. فإذا كان عبد الحميد بيبة فعلا يعني يريد للانتخابات أن تنجح، كان عليه أن يساعد هذه الخطوة، وهو نسى بأنه أحد المعرقلين لإجراء الانتخابات. سيد حسين هو من أفسد، واحد الأطراف اللي أفسدت الانتخابات في 24 ديسمبر هو عبد الحميد بيبة، عندما انتهك القانون وأخلط الأوراق فيما بينه، فأعتقد بأن خطابه يعني فيه العديد من الازدواجية في معاييره. طيب. لم يكن صادقا في أي كلمة قالها، بالعكس عبد الحميد بيبة يطمح هو أن يكون رئيس حكومة أطول فترة ممكنة، لأنه يعلم لن تكون هناك انتخابات في القريب. طيب أستاذ السنوسي، لا نستكثر عليكم في ليبيا أن يكون الصف موحدا بين الفرقاء السياسيين الليبيين، ولكن هناك من يسأل فيما إذا كان هذه الوحدة بين الفرقاء الذين تقاتلوا كثيرا 14 شهرا، قوات الجيش الليبي تقاتل قوات حكومة طرابلس التي كان فيها باشاغا وزيرا للداخلية، المشري وكذلك عقيلة صالح، هي لمصلحة ليبيا أو لاستبعاد الدبيبة؟ حسين، نأخذ الأمور بشكل منطقي، من الذي يحقق السلام؟ هل هي الأطراف التي كانت تتحارب أم طرف أصلا لا علاقة له بكل هذا الصراع؟ ديوالا 10 سنوات هو قالها بنفسه، قالك أنا من 10 سنوات لا علاقة لي بالصراع ولست رجل حروب وإلى آخره. فأعتقد يعني منطقيا من الذي يحقق السلام؟ هل هي الأطراف النزاع نفسها هي التي تحقق السلام وتتفق فيما بينها من أجل باقي الليبيين؟ يعني لأن في نهاية المطاف مهما نعد هم في نهاية عشرات الألاف يتقاتلون بينهم، وسبعة مليون يدفعون الثمن. فأعتقد بأن توافق هذه الأطراف على فرض أنهم يعني لنقل حتى لو نيتهم كانت ما كانت، فنأخذ بما يظهر لنا من توافق وتآلف بين الأطراف اللي هي كانت يعني بينها شقاق كبير كما هو بين مجلس النواب والدولة، أو كما هو بين الأطراف العسكرية المسلحة التي أصبحت تنسق فيما بينها بعد أن كانت تتقاتل وردمت الخنادق وأزيلت السواتر. لماذا إذن هنا يأتي من يأتي ويقول أنا الذي سوف أجلب لكم السلام يعني أمر غريب الحقيقة. السلام يحققه الأطراف القوية التي كانت تتنازع، ثم الآن يعني وصلت إلى قناعة كلها وكل الليبيين أصلا. طيب. وصلوا قناعة أنه لن تكون هناك حرب في ليبيا. السيد الدبيبة ما يمارسه من خطاب شعبوي الآن، وأيضا أنا لا ألوم السيد الدبيبة نفسه فقط، هناك تيار وراءه، تيار هو صغير لكنه يمارس خطاب التأزيم ويسبغ على كلامه من هو هذا الدينية ويدفع بالبلاد إلى أتون الحرب والدماء والدمار، وهذا طبعا ديدنهم. لكننا نتحدث هنا عن التعقل الذي أتوقع أنه سيسود
مدينة مصراتة خلال الأيام القادمة ولن تكون هناك حرب، لأن هذا عبث. كيف يتحارب الشباب من أجل حكومة انتهت ولايتها؟ طيب أستاذ أحمد، يعني مبرر الحياد للمجلس الرئاسي المنفي حتى اللحظة يبدو أنه على مسافة واحدة من الحكومة، حكومة دبيبة والحكومة المنتخبة أو المعينة عفواً جديداً. يعني البعض يقول أين المجلس الرئاسي مما يجري الآن؟ نعم أستاذ حسين، المجلس الرئاسي لا يمكن أن يكون على مسافة واحدة، المجلس الرئاسي على مسافة قريبة جدا من حكومة دبيبة، لأن لا يخفى أحد أن نفس القائمة التي جاءت بالسيد محمد المنفي هي من أتت بعبد الحميد دبيبة، وكلنا نعرف كيف أتت هذه القائمة ومن الذي كان وراءها ومن دفع الأموال حتى تصبح هذه القائمة هي المتصدرة للمشهد في ليبيا. فلا أعتقد بأن المجلس الرئاسي قادرا على مواجهة حكومة دبيبة أو أن يقف ضد حكومة دبيبة، وهو يعلم بأنه صوريا فقط موجود من يتحرك على الأرض ومن يقوم بمهام المجلس الرئاسي هو عبد الحميد دبيبة. يعني السيد محمد المنفي مكلف بعديد من الملفات، لم نرى منها شيء، أين الملف المصالحة، أين ملفات توحيد لم يفعل شيء، فقط كل ما يقوم به عبد الحميد دبيبة يجر وراءه محمد المنفي، ولم نرى منه أي شيئا قد يقول بأن محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي لكل الليبيين وهو على مقربة واحة، حتى لم يخرج بأي تصريح. كان من المفترض كرئيس أعلى في الدولة أن يقول ما الذي حدث أصلا في البلاد. طيب، فلا أعتقد بأن عبد السيد سريعا أستاذ أحمد، ماذا عن موقف الأمم المتحدة والدول الغربية؟ نعم، الأمم المتحدة على وجه التحديد، كي أعود بالنقطة هذه للأستاذ السنوسي، البعض يقول بأن الأمم المتحدة مستمرة بالاعتراف بأدبيبة، وهي نقطة يعني تجعل منه يرفع وتيرة ونبرة الصوت تجاه الآخرين. نعم، الأمم المتحدة سيد حسين قالت كلمتها، السيدة ستيفاني قالت ما حدث أو ما يحدث في ليبيا هو شأن الليبيين، وقال السفير الأمريكي ولا أعتقد بأن المجتمع الدولي سيقف ضد إرادة الليبيين، لأن كلنا نعلم بأن المجتمع الدولي يتعامل بسياسة الأمر الواقع. طيب، وهنا السيد فتحي باشاغا إذا كان فعلا لديه القدرة على فرض حكومته سيجبر المجتمع الدولي بأن يتعامل معه بسياسة الأمر الواقع. 10 أيام يا أستاذ السنوسي. نعم، 10 أيام لتأليف الحكومة، قادر السيد باشاغا على يعني تأليف حكومة تستطيع أن تضبط الأمور بين قوسين، مسألة السلاح الذي وصل إلى طرابلس، وماذا عن موقف الأمم المتحدة؟ أتوقع ذلك، لو يعني بشرطة أن يكون هناك يعني توسع في مسألة التعيين السياسيين، وليس يعني التكنوقراط صحيح نحتاج إليهم في بعض الوزارات، لكن الوزارات السياسية يجب أن تكون يقودها أشخاص سياسيون، لا تكون ومن أطراف فاعلة ومؤثرة على الأرض. يعني لم نعد نريد حكومة ضعيفة لا يستطيع وزراءها أن يجوبوا كل البلاد طولها وعرضها، هذه مسألة مهمة جدا. لذلك أعتقد بأننا نتحدث هنا عن يعني هو بس أردت أن أشير يا حسين إلى مسألة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي تبحث عن ماذا؟ تبحث عن التوافق والاستقرار وموعد الانتخابات، وهذا موجود في خريطة الطريق. والسيد دوجريك اليوم المتحدث باسم الأمين العام قال بأننا لا نتدخل في شؤون الدول، وأن هذه مسألة داخلية ليبية، والأطراف الشرعية بلغنا أنها الشرعية يقصد مجلس النواب والدولة أنها هي التي عينت رئيس حكومة جديد لكي يقوم هو باختيار حكومة، ومن ثم ولكن الوضع نيلها ثقة من البرلمان وإلى آخره. أستاذ السنوسي، عادية في تتم في نعم انتهى الوقت، ولكن ليبيا مختلفة على ما يبدو في مسألة نعم التدخل الدولي. هناك من ذهب إلى أبعد ما يعني يتصوره الليبيون بأن التصالح ما بين الليبيين أقرب من التصالح ما بين الدول المتقاتلة على ليبيا والتي تريد الهيمنة وإلى ما هنالك. 10 ثواني. هو شيء واحد فقط، التوافق الإقليمي سواء العربي والأفريقي وكذلك الجوار الأوروبي، هذا موجود ولمسناه بأيدينا، والقوى العظمى التي لها ربما حسابات أخرى شكرا هي الآن منشغلة بملفات أخرى، وهذا من حسن حظ ليبيا أن تكون أمريكا وروسيا منشغلتان في ملف أوكرانيا، يعني ولذلك تركوا هذا الملف للدول الإقليمية. شكرا. والدول الإقليمية أنا أؤكد لك بأنها متوافقة حول تحقيق الاستقرار في ليبيا والشرعية والتوافق. شكرا جزيلا لكما، من طرابلس المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية الأستاذ السنوسي إسماعيل،
وأشكر من بنغازي المحلل السياسي الأستاذ أحمد المهدوي، شكرا جزيلا لكم. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا مصادر الحدث تكشف نهجا جديدا لميليشيات إيران في العراق لارتكاب الهجمات. أن التصعيد أخذ بالاتساع، حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد انتشار أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر الحدث عن قيام ميليشيات موالية لإيران بتجنيد عناصر من المكون السني في العراق لتنفيذ عملية إرهابية. هذا التجنيد تزامن مع عملية قصف مطار بغداد في 28 من الشهر الماضي، والذي أظهر تطور عمل الميليشيات، إذ كان منفذ العملية أكرم القيسي وهو من المكون السني ومنتمن لميليشيا مدعومة من إيران، كان هو أحد هؤلاء الذين جندتهم الميليشيات للقيام بعملية إرهابية. المصادر أكدت لي الحدث أن الميليشيات تتبع نهجا جديدا في تنفيذ عملياتها بإبعاد الأنظار عنها من خلال تجنيد عناصر من المكون السني للانتماء لها. وأضافت أن الميليشيات تسهل عملية دخول هؤلاء العناصر الذين كانوا هاربين في سوريا بسبب انتمائهم لتنظيم داعش من خلال منافذ حدودية تسيطر عليها. وأشارت المصادر إلى أن المجموعة المسلحة التي ظهرت في مقطع فيديو مؤخرا وهي تهدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اعترفت بعد القبض عليها بأنها تابعة لرجل دين سني موال لإيران. وفي سياق ذاته أكدت مصادر أخرى للحدث أن عمل هذه العناصر يركز على استهداف أرتال التحالف الدولي وتوفير معلومات عن القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى استهداف شخصيات سنية غير موالية لإيران. من السليمانية ينضم إلينا مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات شاهو القرداغي. مرحبا بك يا أستاذ شاهو. أسلوب إيران في استقدام هؤلاء الشباب السنة وتجنيدهم حديث أو قديم منذ جاء الخميني بفكره وسلوكياته إلى إيران وإلى المنطقة؟ بسلوكه وليس فكره. وتحياتي للمشاهدين الكرام. حقيقة هذا الأسلوب أسلوب قديم يتجدد، وخاصة الآن رأينا بعد الأحداث الأخيرة وتركيز الضغوط على الميليشيات بعد تصرفاتها، وخاصة عندما ركزت من استهداف المطار والمؤسسات الدبلوماسية، وكان هناك تلميح من قبل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بأن الميليشيات تقف وراء هذه العمليات الإرهابية. نرى أنها تحاول أن تغير من تكتيكها حتى تبعد الأنظار عنها، وبالتالي تحمل جماعات أخرى مسؤولية هذه التصرفات. طبعا هذا الأمر أو هذا التكتيك
لا يمكن أن يقنع المراقبين حتى المواطنين العراقيين. يعني بمجرد اعتقال هذا الشخص تساءل جميع المواطنين العراقيين، هل يستطيع شخص واحد أن يجهز الصواريخ ويطلق الصواريخ بنفسه لوحده دون أن يكون ضمن تنظيم أو ضمن خلية أو ضمن جماعة إرهابية قادرة على توفير الإمكانيات لهذا الشخص؟ طبعا أنا أعيد يعني ذكر قصة دائما يعرفها العراقيون، وهو قيادي سني ذكر هذه القصة عندما جلس مع قاسم سليماني وسأله لماذا تدعمون التنظيمات الإرهابية المتطرفة السنية والشيعية أيضا لقتل الطرف المقابل، قال لأن متطلبات الأمن القومي يتطلب هذا الأمر. وبالتالي هذا النوع من التكتيك جزء من المصالح الإيرانية حتى تحقق أهدافها بأقل الخسائر. والآن التنظيمات المتطرفة أو الفصائل المسلحة تحاول أن تستخدم هذا التكتيك مجددا حتى يعني تعطي نظرة للمجتمع العراقي أن هناك جماعات أخرى من طوائف أخرى أو من أطراف أخرى تقوم بهذه الهجمات وهي لا تتحمل مسؤوليتها. ولكن لا يمكن أن تنطلي هذا الأمر على العراقيين، وخاصة يعلمون أن كثير من الحوادث مثلا في البصرة في بغداد عندما أمر رئيس الوزراء الكاظمي بملاحقة واعتقال عناصر من كتائب حزب الله، عناصر من أنصار الله الأوفياء أو جماعات أخرى متطرفة، ثبت تورطهم بعمليات القصف والعمليات الإرهابية واستهداف الناشطين. وبالتالي طيب مسألة الاستخدام هذه والتجنيد يا أستاذ شاهو تنطلق من جغرافيا محددة بعينها، يعني سوريا مثلا، لبنان، العراق، يعني أين المركز؟ طبعا رأينا خلال الأيام الماضية أيضا تم ترديد شعار أن كان هناك لبنانيين دخلوا إلى العراق وأيضا انضموا إلى التنظيمات المتطرفة. هنا السؤال الأبرز، لماذا لا يستطيع أحد أن يتجاوز الحدود إلا ولكن هؤلاء نجحوا في أن يأتوا من لبنان وصولا إلى العراق وانضموا لهذه الجماعات المتطرفة؟ خلال الفترة الماضية كان هناك معلومات تؤكد أن خلايا إرهابية وحتى منهم مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب نجحوا في الدخول من سوريا إلى العراق مقابل إعطاء مبالغ مالية للفصائل الموجودة في المعابر الحدودية، وهذا الأمر نحن ذكرناه عدة مرات ولكن لم يكن هناك استجابة حقيقية. بلا شك أن الخلايا التي تدخل المناطق الحدودية هي مناطق تشكل خطر يعني كبير، وخاصة في نينوى وأيضا في الأنبار. يعني هذه المناطق نرى أنها دائما مخترقة، لماذا؟ لأن فيها عمليات تهريب وعمليات نقل أسلحة ونقل معدات ونقل عناصر ميليشياوية أو عناصر إرهابية. الدولة ليس لديها الرقابة الكافية على هذه المناطق، وبالتالي طيب. من الممكن لهذه الميليشيات أن تقوم الموضوع بهذه العمليات. طيب أستاذ شاهو، الموضوع يقتصر على التجنيد أو يعني ربط علاقة كبيرة مع هذه العناصر، يعني كما فعلت إيران مع عناصر القاعدة عندما كانت تعالجهم وتبرم اتفاقيات وصفقات معهم؟ طبعا دائما نقول أن السبب الحقيقي لتواجد الميليشيات وانتشارهم في المحافظات العراقية وخاصة السنية مبررهم كان وجود داعش. يعني عندما حصل الانتصار وتم الإعلان عن الانتصار عن داعش، لماذا لم يتبخر أو ينتهي هذه الميليشيات؟ لأنهم يستفيدون من بقاء هذه التنظيمات المتطرفة الأخرى لأنه مبرر وجودهم، وبالتالي هناك مصالح مشتركة بين هذه الأطراف. الآن أنا يصلني معلومات بأن هناك مشاهدات لعناصر داعش في منطقة القائم في الأنبار، لماذا لا يتم القضاء عليهم وهو في منطقة قواطع كتائب حزب الله؟ يدفع للمنبر؟ أستاذ شاهو سريعا بعشرين ثانية، يدفع للمنبر الذي يساعد إيران في هذه القضية، المنبر السني، بعض الشخصيات صميدعي وحمودة وغيرهم؟ طبعا الشخصيات التي أصبحت جزء من مشروع ولاية الفقيه ودائما تستغل منبرها للترويج والدعاية لهذا الخطاب هي جزء من هذا المشروع. شكرا. أيضا بين شباب السني للدخول في هذا المشروع ليكون نعم. وقودا لمشروع. شكرا جزيلا لك من سليمانية، مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات الأستاذ شاهو القرداغي. يتعرض الرئيس الأمريكي السابق لملاحقات متكررة من الديمقراطيين، لكنه هذه المرة يبدو منخرطا في قضية تتعلق بنقله وثائق رسمية
أو فائقة سرية من البيت الأبيض إلى مقره في فلوريدا. اكتشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية وثائق فائقة سرية في مستندات استرجعتها من مارالاغو، مقر الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو أنه ومساعديه شحنوا تلك الوثائق إلى فلوريدا في الأيام الأخيرة من ولايته بدلا من تسليمها للمحفوظات بحسب القانون. إنه بالتأكيد أمر جدي، ولكن في هذا الوقت ونظراً لتصرف السيد ترامب فإن أشد مؤيديه وأشد معارضيه فقط يهتمون بالأمر. انكشفت قضية الوثائق خلال تحقيقات اللجنة النيابية في أحداث 6 يناير، وتبين أن وثائق سرية وتسجيلات وحتى رسالة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما إلى الرئيس الجديد دونالد ترامب في 20 يناير 2017 لم تكن بين المحفوظات كما هو مطلوب. على وزارة العدل النظر إلى الاتهامات بجدية والتحقيق فيها. ليس بالضرورة أن يتعرض ترامب للملاحقة القانونية، لكن التحقيقات والمعلومات التي كشفت عنها الواشنطن بوست تأتي في وقت يتمتع فيه الرئيس السابق بشعبية عالية، ويشير استطلاع للرأي إلى أنه يتقدم في الانتخابات المقبلة على كامالا هاريس، فيما تتساوى شعبيته مع الرئيس الحالي جو بايدن، أو أنه يتقدم على بايدن بفارق نقطة في المئة. كارلين بومان تؤكد في المقابل أن هذه الشعبية موجهة للحزب الجمهوري وليس للرئيس السابق. أعتقد أن الوقائع تشير إلى أن السيد ترامب يفقد بريقه وسيقوم بدور نشط في الحملات الانتخابية للكونغرس وحكام الولايات وأعضاء مجلس الشيوخ. ما زالت المسافة طويلة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن مؤيدي ترامب ينظرون إلى تصاعد شعبيته، فيما ينظر معارضو ترامب إلى طول المسافة مع العام 2024. في الغنم الحدث واشنطن. في الختام نذكر بالعناوين. مصادر دبلوماسية تؤكد للحدث تعجيل المفاوضات النووية في فيينا مع التصعيد الروسي الأوكراني. أدبيبة يستخدم قوات من مصراتة إلى طرابلس لحماية سلطته، ويهاجم البرلمان ويتهمه بالتزوير والتدليس. مصادر الحدث تؤكد أن ميليشيات موالية لإيران تجند عناصر من المكون السني لتنفيذ عملية إرهابية. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من 19:00. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير وصحة وسلام، إلى اللقاء.